السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا جدا، هتكون حلقة شيقة هنستمتع بيها النهاردة. وزي ما حضراتكم ما انتم متعودين معانا، احنا دايما بنمتع كل المشاهدين بحضراتكم، بتتمتعوا معانا بكل الضيوف اللي بتحضر معانا هنا، سكان يعني ايا كان، في الشعر او في الاغاني او في الطب او في الرياضة او في الثقافة او في اي المجالات اللي بتكون موجودة معانا النهاردة ان شاء الله. وزي ما عدنا حضراتكم، احنا بنوصل صوت كل حد عايز يوصل معانا، بيشارك معانا من خلال برنامج التحدي وبيوصل صوته، وان شاء الله بنكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. وطبعا جات لنا اتصالات كتير قوي 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 من خلال ارقامنا اللي بتبقى موجوده على الشاشه ان شاء الله، ومن خلال جروب اكتشف موهبتك مع برنامج التحدي بيجي لنا اتصالات كتير ومواهب كتير، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله في كل موهبه وكل شخص عايز يعني يشارك صوته للمجتمع كله ان شاء الله. النهارده هيكون معانا ضيفين، النهارده ضيوفنا النهارده هتكون حلقه ممتعه، حلقه شيقه جدا جدا ان شاء الله. هتكون مع ضيفنا ان شاء الله الاستاذ سيد الحسيني، هيكون منشد دين ان شاء الله، ومعانا ضيفنا استاذ رجب سيد، الشاعر الجميل ان شاء الله، اللي هيستمتعونا النهارده وكل مشاهدي ومتابعي برنامج التحدي ان شاء الله يستمتعوا معانا بلقاء النهارده. احب طبعا ارحب بضيوف الكرام. استاذ سيد اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك استاذ. استاذ رجب اهلا وسهلا بيك، نورتونا وشرفتونا. اهلا بيك استاذ. استاذ سيد بقى عايزين نعرف بقى قصه ازاي عرفت يعني الصوت الجميل، يعني عرفت امتى ان انت عندك صوت جميل وان انت شايف نفسك ان انت موهبه كويسه، وعايزين تكلمنا عن التحديات والصعوبات اللي بتقابلك كده في الحياه عامه. يعني هو انا مش من زمان يعني ايه، كنت الاول بقى القران كده عادي، لغايه ما ابتديت ان انا في بعض ناس قرايبي واصدقائي قالوا لي ان انت كويس، فابتديت بقى ايه ان انا اخش في ان انا اقرا قران وان انا انشد وكده، والحمد لله بحس ان انا في تحسن يعني. فدخلت لما لقيت برنامج التحدي ده قلت اما اخش ان شاء الله واحاول ان انا اثبت نفسي يعني، وان شاء الله نكون موفقين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ومعنا طبعا الشاعر الجميل رجب، يعني نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا استاذنا. عايزين نعرف بقى قصه التحدي بتاعتك، وانت النهارده يعني جاي لنا من هنا، وطبعا انا بشكر كل اهل هنا وكل طبعا اهل الله السويس. الله طبعا نورتنا وشرفتونا. فعايزين نعرف بقى قصه تحدياتك، وامتى فكرت وامتى عرفت ان انت عندك موهبه الشعر، وفكرت انت تكتب امتى، وعايزين نعرف التحديات اللي قابلتك لحد ما وصلت للبرنامج. والله يا استاذنا، من ناحيه التحدي، من ناحيه الموهبه دي ظهرت امتى؟ فهي ظهرت معايا في الاعدادي، كنت بكتب، فانا ظهرت في الاعدادي لان انا كنت اكتب وما كانش حد يشوف، ما كنتش اوري انا نفسي حد. تمام. فحصل موقف كده احرجني، هو اللي اجبرني ان انا اظهر قدام الناس كده يعني واتكلم وكده، وش واحده واحده الواحد ظهر. من ناحيه قصه التحديات والصعوبات اللي واجهت، في اي حد لازم بيقابل في طريقه صعوبات وتحديات، حاجات بتوقف كده، ويعني السبب اللي هو دايما كان بيفشلني كده، اللي هو كان يقابلني واحد حاقد يقول انت بتكتب ايه، انت بتقول ايه، ده ما فيش حد فاضي يسمع لك، ما فيش حد مش عارف ايه، هي دي السبب اللي كانت تخليني تحبطني ان انا اوقف من الشعر. انا في ايام كنت اوقف بالسنه واتنين ما كنتش اكتب اي قصيده. يعني كان عندك اصرار وتحدي ان انت تكمل المشوار اللي انت نفسك في الاخر عزمت ان ما فيش حد حيفيدني في اي حاجه غير اني انا اساعد نفسي بنفسي. وظهرت معاكم على القناة، أنا شفت البرنامج بتاعك بصراحة عجبني وعجبتني الفكرة نفسها، فلذلك أنا اضطريت إن أنا أكلمك وأحدد معاك ميعاد وكده. طبعا ده شرف لينا طبعا. الله يحفظك يا أستاذنا. الله يبارك فيك. هتسمعنا إيه النهاردة؟ هبتدي إن شاء الله قرآن كريم إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال
وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله صوتك جميل جدا جدا. ربنا يبارك لك كده يا رب. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك كده يا رب. كده نستمتع كده دايما معاك. شكرا يا فندم. استاذ رجب بقى محضر لنا النهارده جميل كده. الاول معلش اسمحوا لي ان انا اعرف نفسي تعريف كامل. اتفضل. انا رجب سيد حمد الله احمد حمد الله الجابري العازم من قبيله العوازم من محافظه قنا مركز نقاده قريه حجر طوخ عزبه عبد الناظر. بالنسبة للمحضر النهاردة في قصيدة أنا جايبها على سيف أخوي، أخوي أصغر مني يقول لي عايز قصيدة، رحت جبت فيه قصيدة. تمام. فبقول أقول يا سيف أنا باغى أعطيك الوصاة، وأنا من قبلك يا أولاد أبوي توصيت، توصيت في زمان قليل اللي يمدحونه، الأول أخاف ربك رب العباد ورب إبراهيم باني البيت، ألا الناس تسيل دموعهم خوف وشوق لأجل أنهم يشوفونه، والثاني أحفظ صلاتك وادع ربك يرحمك ويرحم والديك اللي صليت، ربنا دائما يرحم العباد اللي ما يعصونه، والثالث دينك لا تفرط فيه ووقف عليه وقفة الحر المستميت اللي شافوها المخاليق يهابونه، والرابعة احذر من ممشى الخاين ورفقته ليا مشيت، خله للهاملين على ضروب الردى يماشونه، والخامسة افزع لند اللي ناديت تراه الناس تهاب الرجل اللي بالفزعات ينصونه، والسادسة صون نفسك في كل زمان وفي كل توقيت تراه ربك يرفع قيمة النفس المصيونة، والسابعة احذر تماش اللي يكشف أسرار البيت خله للهاملين على ضرب الردى يماشونه، والثامنة ابعد عن الحرام حتى لو انت ما نلت اللي تمنيت عند الله الطيبين يلاقون اللي يشتهونه، والتاسعة جازي بالطيب حتى لو انك بشين تجازيت عند الله الطيبين خير الجزا يلاقونه، والعاشر لو طوعت هرج العرب يا سيف تبقى انضريت في زماننا الاخ من اخوانه والله قليل اللي ينصحونه، يا سيف احفظ 10 الوصايا اللي انت بها توصيت وافعل الفعل اللي قروم القوم يفعلونه، تبقى شامخ الراس ما حييت وفي ممات الحر الناس بالطيب يذكرونه، وانا فرحت يا اولاد ابوي اللي قال انك بالشجاعه تحليت، العازم يحفظ وصاة اخوانه يوم انهم يوصونه، وللحاضرين سلام من طيب خاطر ما به تعنيت ناس تسمع الكلام وبعقولهم يميزونه، واخر القصيد وختامه بيت اذكر فيها الواحد اللي كل المخاليق يوحدونه، واستغفر الله ان كان في خطا ما في ما حكيت، وصلى الله على نبينا صاحب الصفات المزينه. سلامتك.
عليه الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. الله يخليك أستاذ. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة ربنا كده، ربنا يكرمك كده رب إن شاء الله، وتكون توصل لأهدافك وطموحاتك إن شاء الله اللي أنت حاببها إن شاء الله. اللهم آمين. أستاذ سيد بقى، أنا أعرف يعني إن أنت صوتك في الأذان حاجة بسم الله ما شاء الله، وبتقول الأذان بمقامات كمان. عايزينك بقى تعرفنا كده وتعرف المشاهدين كده بالنسبة لموضوع الأذان والمقامات. انا بقول الاذان بثلاث مقامات، السيكا والحجاز والكرد. تمام. فاحنا عشان برضك وقت البرنامج هنقول الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله يعني في كل اذان. طيب خلاص تمام، هتقولي الاول، هنبدا بايه الاول؟ بالسيكا. طيب تمام. الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الكرد بقى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا كده. بسم الله ما شاء الله كده، يعني حاجه تفرح القلب كده، وحاجه الواحد ربنا يخليك يا فندم، يعني جسمه كده بيكشعر كده مع الصوت الجميل ده. ربنا يخليك يا فندم. رجب بقى، عايزين نعرف بقى ايه يعني شايف نفسك فين بعد كده، عايز تكون فين، طموحاتك بقى، تحديتك كده برضه اتكلمنا فيها، بس عايزين برضه والله من ناحيه نفهمها اكتر برضه. والله هو من ناحيه الطموحات والواحد اللي بيفكر فيه، في الواحد ما يحددش لنفسه نهايه، بس بيفكر انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونكون اعلى من كده. وبعدين كوني ان انا اجلس في مكان زي ده واقعد مع الناس زي حضراتكم واشغل بال الناس مشاهدين، فدي في حد ذاتها تكفيني. ده شرف لنا كلنا طبعا. الله يخليك استاذنا. يعني الله. طيب محضر لنا ايه تاني بقى النهارده نسمعه تاني؟ ففي غص عايزين كده المشاهدين كده يستمتعوا معانا كده طبعا بالصوت الجميل ده والشعر الجميل بتاعك. في قصيده جبتها عن في واحده انا شفتها في القطر. انت الاول بتكتب الشعر ايه؟ والله أنا بكتب الشعر النمطي وبكتب مربعات. تمام. الشعر مربعات. تمام. ففي واحدة في القطر شفتها فطالت النظر فيها وأنا طلت النظر فيها فجبت فيها قصيدة. يعني مجرد أن أنت بس حصل كده إيه أنا شفتها نظرات كده في القطر فطلعت قصيدة. أنا شفتها في القطر وشدتني عجبت فيها قصيدة. طيب نسمعها كده.
نقول بالله ترحمنا يا ابو العيون قتاله. يا راسم الحاجب هلالي لو كنت بالوناسه اقرب تعالى، عوم في بحر لا منك تصل جالي، واحنا الهواويه والشعار كل واحد وله مجاله، وانا بعون الله فارس في مجالي. واحكي عن سالفه بالشعر قصيره ما هي من طاله، مختار من البيوت والقوافي اجزالي، كنت قاعد في القطر لقيت اسمر عيني علي ما هي من شاله، اللي يشوفه يقول انه موظف يراقب زوالي، شفت عيونه وشفت خدوده وشفت شكله وشفت جماله، شفت عوده وخدوده وكأن ما غيره احد في القطر زهاله، تقدمت عليه خطوه قلت عفوا يا باشا الامير عندي سؤال ممكن اساله، ضحكت وطلبت تعرف وش هو سؤال، قلت لها جمالك طبيعي ولا مكياج جات من وكاله، لو انه كان طبيعي كان قلت دعاء من والديني وان دعالي، كان جيت لابوه تقهويت من فنجاله تصير يا المها حلالي. قالت مسكين يا من عزب الهوى حاله وصار حاله من حال، والله ما كنت ادري اني شاغله باله، مثل ما هو سكن فكري وخيالي، انا قطعت الاسمر اقواله، يوم انه بيت في الشعر طرالي، بيت فيها عد الخط الهرج عداله، عندي ملاك هديه ومن الله انهدالي، ملاك تسوى في عيني الكون بحاله، ربي يتمها عليه خير تبقى حلال. سلام. بسم الله ما شاء الله، لا جميله جدا دي. يعني القصيده ديت مجرد بس ان انت كده ايه في انت قاعد في القطر كده مسافر، يعني حصل كذا نظام نظرات كده فطلعت القصيده دي. ما هو شوف يا استاذنا لازم الشعر ده بيجي على قصه. تمام. في قصه حتطلع القصيده لوحدها كده مظبوطه. تمام. ما فيش قصه من وحي الخيال فحتتعب الشاعر عشان خاطر انه يطلعها. لا جميله، لا بسم الله ما شاء الله جميله حاجه. نعم. استاذ سيد بقى عايزين نتكلم برضه في نقطه مهمه جدا جدا، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها ما فكرتش بقى، يعني انت اول مره تعمل لقاء تلفزيون وتطلع في برنامج، فاحنا عايزين برضه نتكلم عن الحته دي، وعايزين برضه نتكلم ونعرف المشاهدين لما واحد بيكون عنده تحديات وعنده طموحات ما بتفرقش معاه طبعا السن كان كبير او صغير او الكلام ده كله، فاحنا عايزين نوضح النقطه دي للمشاهدين ونعرف انت يعني الحاجات اللي خلتك ان انت تشارك ولا وعندي طموح لا لازم احققه وعندي اهداف لازم احققها، فعايزين نوضحها للمشاهدين ونعرفها كلنا. هو والله يعني هو الموضوع هوايه واخد بالك وكمان زمان، بس نمت متاخر فبقيت نفسي ان انا بقى ايه انميها اكتر، ان انا اظهر اكتر، ان انا يعني برضك ان الواحد برضك يشكر الله او ان هو يمدح النبي عليه السلام، فدي برضك حاجه يعني بتحسب لي ليا وتحسب للي بيستمعها، فحاجه جميله يعني، فانا سعيد بيها وبتمنى ان انا يعني برضك ان انا على قد ما اقدر ناس كتير تسمعني، انا باخد ثواب واللي بيسمعها برضك بياخد ثواب يعني عليها، وان شاء الله كده يعني انا سعيد جدا بالتواجد معاك، وانا لما عرفت برنامج التحدي وحضرتك بصراحه قلت ليا شرف ان انا اول مره اطلع في برنامج فيكون مع حضرتك شخصيه محترمه وجميله يعني، وانا سعيد بيك جدا والله. ربنا يخليك، وانا طبعا بحب كل اهل السويس واهل هنا والله، يعني انت حضرتك جاي من السويس والاستاذ رجب جاي من هنا، فطبعا احب اشكر كل اهل السويس وكل اهل هنا طبعا. ربنا يخليك. عايزين بقى طب محضرين ايه طيب نسمعه بقى، عايزين حاجات كده الصوت الجميل ده بقى عشان نستمتع كده ومشاهدين يستمتعوا معانا. في جلة المنادي بتاع الشيخ نصر الدين طبار طبعا. تمام. هقولها كده، هقول جزء منها كده. تمام. جلة المنادي، جلة المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار، جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار، إلهي إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا
وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا ما شاء الله. لا انت النهارده والله امتعتونا والمشاهدين كلها طبعا اكيد يعني الصوت الجميل ده والشعر الجميل ده حاجه يعني جميله جدا 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 يعني. محضر لنا برضه حاجه ثانيه، انا عارف انت محضر لنا حاجات كتير النهارده. الجول ما بيخلصش، الجول مش بنشتري بفلوس. عايزين بقى نعمل الفرصه بقى النهارده ونطلع كل اللي عندك يا موسى ان شاء الله. يعني مش عارف نقول رومانسية ولا غزلية ولا ايه فيها بالظبط، بس هي رومانسي. ماشي بس عشان اكتريت الناس كلها رومانسيه من دول. اقول شغلتني هديك الغزاله، دخلت قلبي وسكنت جباله، قلبي من الحيره حالته حاله، كم قلبي ناجي من ابقاله ولد خاله، بسوالفي كلها هو علمان علي زايد دلالها، اتمناها حلالي وتتمناني حلالها، يا سبحان من طيب جمالها، يا هل ترى أجي على بالها ولا أنا في قائمة النسيان، ولا أنا في قائمة فيها الحب محظور والقلب عليه سور، لكن أنا معذور عشقت من يسكن القصور وأنا مسكني روس أجبالي والوديان، فوق روس أجبال مسكننا ومن الحب تمكننا، يا رب حوش البلاء عنا وعلى المعايش يا رب عين، وما غير العبد اللي يتعان وما غير الحب فالقلب حجز مكان، وقلبي ما فيه سكان، جاني جايب معاه إذن من وزارة الحب للإسكان، سكنته ترى ما في الغيرة في قلبي مكان، قلبي ما هو مسكن الغيرة حلوة وشبه الطيرة، وعني فالعمر صغير والله أحبها أكثر من حب راعي الأشقر البعيرة، ربي ما يكتب عليه الحرمان، يا رب الغالي لا تحرمني منه ولا تبعدني عنه، حليه صغر سنه قلبه كله محنة، وإن طال العمر استنى استناه أو الحبيبة بالقلب مليان حنان. سلامتكم. لا 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 أنت في الرومانسي خلي بالك، القصيدة دي بالذات يعني فريق الإعداد هو اللي طلبها، طلب يسمع رومانسي. فأنا طبعا هي القصيدة دي ما جاش على طلب حد، والله القصيدة دي جات من وحي الفكر كده يعني على حد بس يعني. وهي مش خسارة فيك. طب انت ليه ما فكرتش من زمان يعني؟ انت بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا يعني، ليه يعني سايب نفسك الوقت ده كله وانت يعني حاجه موهوبه وحاجه جميله جدا يعني؟ والله من ناحيه الاشعار فالاشعار القصائد كثيره عندي، بس انا عندي مشكلتين. اول مشكله ان انا بحفظ القليل خالص خالص من الاشعار اللي انا بكتبها دي. تمام. المشكله الثانيه طبيعه شغلي انا مش يعني المواعيد بتاعتي مش بتديني فرصه، ظروف العمل وكده، ظروف العمل مش بتسمح لي خالص. على فكره ده برضه ده من ضمن التحديات، ان انا بشغال ورايا ملتزمات ورايا حاجات، وان انا برضه كافح في في في, في القاء الشعر وفي الكتابه برضه، ده حاجه جميله. هو صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق، فانا ازاي حكون في شغل وازاي ادخل نفسي متاهات؟ فانا في وقت محدد بخليه للاشعار والكلام ده كله. فالتحدي هنا ازاي في الوقت المحدد اللي هو الليل ده اجيب قصيده بالشكل ده، اجيب حاجه يعني احدد لنفسي ساعه نص ساعه اجيب فيها قصيده عن كذا. تمام. فدي التحدي بيني ما بين نفسي. طيب يعني ما فكرتش بان انت تعمل ديوان بقى و... فكرت بس انا ما بحبش الكتابه، وبعدين انا القصائد بتاعتي مش مجمعه في مكان واحد. طب ما انت برضه ما فكرتش ان انت تجمعها، وان انا ان انا اعمل حاجه مفيده ليا وحاجه كويسه ليا؟ ان انا اعمل ديوان برضه، ما دي بقى حاجه كويسه جدا يعني، من ضمن الطموحات برضه والاهداف اللي اي حد بيتمناها. لا هو من ناحيه الديوان يا استاذنا، فان شاء الله ان شاء الله هعمل ديوان. تمام. ان شاء الله هعمل ديوان، بس اجمع كده قصايدي كلها وانظمها، وفي بعض القصايد اللي انا قلتها او قصايد اللي انا مالفها الثانيه تمام فيها اخطاء عروضيه.
بالظبط. اكيد في حد معاك طبعا يراجع معاك ويظبط معاك برضه. لازم لازم تتراجع وبعد كده ان شاء الله هتطبع. جميل جدا، ان شاء الله ربنا يوفقك. استاذ سيد بقى يعني برضه كلمنا كده برضه ان شاء الله شيء بقى من خلال النهارده من البرنامج وبعد حلقه النهارده والصوت الجميل اللي احنا سمعناه والمشاهدين كلها اكيد استمتعت بيه، شيء بقى بعد كده ان شاء الله الخطوه الجايه هتبقى ايه؟ ان شاء الله اكمل يعني، احاول اكمل ان شاء الله كده وابتدي يعني اظهر اكتر وان شاء الله ببركه البرنامج بتاعكم برضك وان شاء الله كده ابقى في تحسن ان شاء الله. طب ما فكرتش تقدم في السويس عندكم في وزاره الثقافه وكده؟ هو انا بروح فعلا هناك بروح هناك في نادي الادب وبروح برضك بعمل في ندوات هناك وكده وبتاع. تمام جميل. يعني ابتديت من 5 6 شهور بس ابتدي اخش بقى ايه ان انا اتعرف بالناس وان انا اخلي الناس برضك في حته ان الواحد يقعد قدام واحد ويقول اللي عنده بيبقى فيها هيبه شويه في الاول. فابتديت دلوقتي يعني اجرأ شويه وابتديت اتكلم اقول قدام الناس يعني وكده. وفي ناس برضه بتساعدك اكيد يعني؟ اكيد. طبعا 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 يعني في ناس محترمه جدا معايا في السويس بيساعدوني في الموضوع يعني. بس هو الابتهال والانشاد الديني عندنا في السويس مش موجود كتير يعني. يمكن في الـ في الـ في المحافظات الثانيه الشرقيه والحاجات دي بيبقى الابتهالات لكن السويس عندنا الابتهال ما فيش مبتهلين كتير في السويس. طب ما دي حاجه حلوه برضو يعني. لا يعني ما فيش المجال ان احنا نقدم فيه. ما فيش المجال انت تقدم. يعني بالنسبه طبعا ما فيش المجال ان انا اقول معنى انا بروح في نادي اسس الثقافه مع شعراء وفنانين وكده وبتاع وادباء يعني بقول معاهم، لكن ما فيش حاجه متخصصه في السويس للابتهالات يعني. فاحنا بنحاول نجتهد ان احنا نبقى في وسط الناس وبرضك بيدعونا لما بيدعونا حد برضك من مؤتمرات او بتاع بنروح نقرا قران وبتاع وكده. فان شاء الله يعني جميل جميل ان شاء الله. طيب عايزين يا راجل برضه نسمع منك حاجه ثانيه. محضر لنا في حاجه ثانيه محضر لنا ولا ايه؟ في حاجه ثانيه محضر لنا؟ في حاجه بس هي حاجه قال لك خير الكلام ما قل ودل. حاجات بسيطه يعني. طيب نسمع. وبعدين هي القصيده عن مرجله والرجوله والوضع اللي احنا عايشين فيه ده لو الواحد اتكلم فيه وجاب ميزات الناس فانا ممكن اخلص كتاب في قصيده واحده ومش لحاله. طبعا ومش لحاله. بحر واسع. فانا اختصرت كام كلمه كده قليلين. تمام. نقول المرجله ما هي مدايح واوصاف، فعل المرجله ما ينوله كل موصوف، راعى المرجله قلبه خاشع من ربه يخاف، لكن بين المخاليق ما يعرف الخوف، والرجل فالمجالس مقبول ما ينعاف، لأنه بعقله يميز الكلام ويشوف. بعض الناس لو حضرنا ندعيه بالانصراف، وبعض الناس لو منصرف عنك مصروف، بعض الناس لو غاب عن العين بالقلب ينشاف، وبعض الناس لو قدام عينك ما هو معروف. تمام. طيب كلمة أخيرة بس عشان وقت حلقتنا انتهى، تحبي تقولي يعني؟ أنا بشكركم جدا وأنا في برنامج معاكم مع التحدي وأنا سعيد قوي بالتواجد معاكم ومتشكر قوي. وإحنا استمتعنا والله معاكم. ربنا يخليك. أستاذ رجب تحبي تقولي؟ والله كل الشكر لكم وأستاذنا والشكر للقناة نفسها وللمشاهدين والشكر للصديق ياسر وأحمد محمد، هم اللي أصروا معي إن أنا أطلع وأوصل المرحلة اللي أنا وصلت لها دي. انا اقعد معاكم. نشكرك شكرا جزيلا. والله استمتعتونا والله يعني. بسم الله ما شاء الله حاجات جميله جدا جدا واكيد طبعا المشاهدين كلهم استمتعوا. شكرا. وفي نهايه حلقتنا النهارده اكيد طبعا كلنا استمتعنا بالاناشيد الدينيه والشعر الجميل، وان شاء الله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم اللقاءات الجايه هيكون برضو معانا مواهب من خلال ارقامنا ومن خلال الجروب اللي موجود على الشاشه، وان شاء الله استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع مواهب جديده وافكار جديده مع برنامج التحدي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.